حلقة اليوم موجهة للي بيقللوا من قيمة الجيش المصري وإنه مش بيصنع سلاح، والحقيقة دي من أكبر المغالطات اللي روج ليها الإخوان والإعلام المعادي لمصر، مع إن الحقيقة إن الجيش المصري بيصنع أغلب احتياجاته العسكرية خصوصاً لقواته البرية وبيصدر كمان، ولكن ككل جيوش العالم بيعزز قدراته وإمكانياته بقطع نوعية زي المقاتلات المتطورة أو القطع البحرية المتميزة. فمثلاً حاملة الطائرات الفرنسية اللي اشترتها مصر كانت مصنعة بالأساس للجيش الروسي. وخد بعض الأمثلة على الأسلحة المصرية محلية الصنع: الطائرة بدون طيار 30 يونيو ونوت وتحيا مصر، المدرعة المجنزرة سيناء 200 والفرقاطة تحيا مصر من طراز جو ويند، والمدرعة ST-100 وST-500 والمدرعة تمساح وتمساح باص، الدبابة الأمريكية إبرامز M1A1 بالإضافة لجميع أنواع الأسلحة والرشاشات والذخائر بمختلف أعيرتها. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الأسلحة المصرية محلية الصنع، واللي مصر بتحتل بيها المركز الرابع عالمياً بعد روسيا وكوريا الشمالية والصين، متقدمة حتى على الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتيجي في المركز السادس. السلاح ده اللي لما بيذكر اسمه بتترعب منه إسرائيل. ليه إسرائيل بتترعب من السلاح ده؟ وإزاي قدرت مصر تتفوق فيه على كل دول العالم وقبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. ارجع بالزمن لأعظم يوم في تاريخ الأمة المصرية المعاصرة، 6 أكتوبر 73، وأثناء عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس واقتحام خط بارليف، كانت المدفعية المصرية بتنفذ واحدة من أكبر عمليات التغطية النارية في التاريخ العسكري. 2000 مدفع مصري موجهين ناحية أهداف إسرائيلية في سيناء. الإحصائيات بتؤكد أن 10500 دانة مدفعية تم إطلاقها على مواقع العدو الإسرائيلي في الدقيقة الأولى من بدء الضربة المدفعية الأولى، وده معناه أنه تم إطلاق 175 قذيفة في كل ثانية. أنت متخيل الوضع؟ إغراق صاروخي من الكتاب، وما حصلش بالغزارة والدقة والكثافة دي في الحرب العالمية الثانية. السلاح ده هو راجمات الصواريخ، واللي بتمتلك مصر منه 1500 راجمة معظمهم صنع في مصر، وهذا العدد ضخم للغاية، قادر على القيام بأكبر فتح استراتيجي وإغراق صاروخي عرفه العالم. عشان كده وصفوا بعض المحللين بسلاح يوم القيامة. فكتيبة واحدة من هذا السلاح مكونة من 10 وحدات تستطيع إطلاق أكثر من 100 صاروخ في الدقيقة الواحدة، وتدمير مساحة 1000 هكتار على مسرح القتال، وكل ذلك بدقة توجيه كبيرة ومدة زمنية قليلة، يعني جحيم ساقط من السماء. ويقدر الخبراء العسكريون قدرة القصف التدميري هذه تساوي تأثير قنبلة نووية تكتيكية. كل ده بكتيبة واحدة فقط، وانت بتمتلك حوالي 150 كتيبة، يعني تقدر تمحي دولة من على الخريطة في دقائق. مصر بتتميز بإنتاج وامتلاك واحدة من أكبر منظومات الرجم الصاروخي في العالم، وهي عائلة صقر، واللي بتغطي أغلب الأمدية وبتصنع في مصر بالكامل، بجانب قواذف أخرى روسية وأمريكية وصينية ومؤخراً كوريا جنوبية. موقع روسيا اليوم نشر إنفوجراف بيكشف فيه ترتيب أكثر الدول المالكة للمدفعية الصاروخية أو راجمات الصواريخ في العالم، وجاءت مصر في المركز الرابع متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز السادس، وكانت روسيا في المركز الأول بحوالي 3800 وحدة، بينما جاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني ب 2400 وحدة، يليها الصين ب 1770 وحدة، ثم جاءت مصر في المركز الرابع بحوالي 1500 وحدة، تليها إيران ب 1474 وحدة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس ب 1331 وحدة، بينما غابت إسرائيل عن قائمة الدول العشر الأوائل. لو هنتكلم عن أنواع وإمكانيات المنظومة المصرية، فتأتي في مقدمتها عائلة صقر اللي بتصنعها مصر بالكامل، سواء العربات الحاملة أو منصات الإطلاق أو الصواريخ نفسها، وبتصدرها مصر لعدد كبير من دول العالم زي الجزائر والإمارات والبحرين. ومصر لديها أسطول كبير جدا منها، وتفوقت على جميع المنظومات المماثلة لها عالمياً، ولها عدة أنواع،
بيصل مدى صواريخها بين 10 كيلومتر حتى 100 كيلومتر، وبيصل حجم الرأس المتفجرة ما بين 30 كيلوغرام من المتفجرات حتى 750 كيلوغرام من المتفجرات المضادة للمدرعات المعادية والمشاه والخنادق والحصون والنقاط شديدة التحصين والخنادق ومخازن السلاح والذخيرة بدقة عالية وقدرة تدميرية لا مثيل لها. فبتتميز أنظمة صقر بقلة زمن تجهيزها من 5 إلى 10 دقائق مع دقة في إصابة الأهداف واحتمال خطأ لا يزيد عن 1% من دائرة الإصابة. فالهيئة العربية للتصنيع كشفت عن منظومة نيزك السماء لتوجيه راجمات الصواريخ المصرية، وهي منظومة من ابتكار مصري وصناعة مصرية. تعمل منظومة نيزك السماء على الطرازات المختلفة لعائلة صقر لتعطيها دقة 100% في التوجيه، فتعمل كمنظومة توجيه ذكي للرأس الحربي تضاف على صواريخ الراجمات، فبتفصل الرأس الحربي عن المحرك الصاروخي وبتوجهها لمسار محدد ينتهي بانفجارها رأسياً على سطح الأرض للوصول للحد الأقصى لتأثير الموجة الانفجارية. الخبر الجميل أيضاً أن مصر مؤخراً عززت سلاح راجمات الصواريخ المصري بشراء 200 مدفع إضافي من مدفع البرق الكوري الجنوبي الخارق من طراز K9 ثاندر، واللي بيصل مدى الإطلاق إلى 60 كيلومتر. المدفع يستطيع إطلاق من 6 إلى 8 قذائف في الدقيقة الواحدة لمدة ساعة كاملة بدون توقف، فيما يعرف بنمط الإطلاق النيراني المستمر بين قوسين الإغراق الصاروخي. والمدفع بيقدر يحمل 48 قذيفة داخل المركبة الحاملة له، وبيمكنه إطلاق مجموعة من القذائف المتنوعة ذات المدايات المختلفة، سواء القذائف المعززة بمحركات الدفع الصاروخي أو متعددة الأغراض ذات القنابل العنقودية أو ذات خاصية النسف القاعدي أو ذات محركات الدفع الصاروخي. لكن الخبر الأجمل منه هو أن الصفقة شملت نقل تكنولوجيا التصنيع، يعني ببساطة مصر بموجب العقد ده هتقدر تقوم بمهمة التصنيع المحلي للمدفع 100% في مصر، وكمان إدخال مواصفات الميدان المصري عليه. وبكده يكون عند مصر واحد من أقوى سلاح راجمات الصواريخ في العالم كله حتى قبل بعض الدول العظمى، وحيكون من سوء حظ أي عدو أن يضع نفسه أمام هذا الجحيم الساقط من السماء من مختلف أنواع الرؤوس الحربية والصواريخ التقليدية وغير التقليدية دقيقة التوجيه، والقادرة على تدمير أي شيء أمامها من مسافات تصل إلى 400 كيلومتر وبدقة عالية، تستطيع أن تحول مساحات شاسعة إلى جهنم في دقائق، يعني جحيم ساقط من السماء. فعلاً أصاب من أطلق عليه سلاح يوم القيامة. حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.